دعوة لتحول الطاقة بعيداً عن النفط والغاز، بدأ يعلو صوتها من جانب وكالة الطاقة الدولية، لكن من الصعب التخلي عن النفط كمصدر للطاقة. إليكم بعض هذه الأسباب. أولاً، النفط يشكل قرابة 31% من مزيج الطاقة العالمي. تخيل أن تقطع عن العالم هذه النسبة من الطاقة فجأة. ثانياً، هناك تباين بين الدول في استثمارات الطاقة المتجددة. الدول الفقيرة لا تملك مقومات الاستثمار بالطاقة المتجددة، والدول الغنية تتهرب من مسؤوليتها عن الانبعاثات. ثالثاً، العالم بحاجة لاستثمارات تريليونية لتحول الطاقة. رابعاً، شركات مثل أرامكو نجحت في خفض انبعاثات الوقود. خامساً، هناك استنزاف لمعادن مستخدمة بأدوات الطاقة المتجددة مثل الليثيوم والكوبالت والبلاديوم والألمنيوم.